حقيقة أن أشكر. طبعاً الساعة 10 ليلاً أغلقت جميع مكاتب ومراكز الاقتراع داخل تراب نصف فجر هذا اليوم، والآن حالياً قاعدة تشتغل على عملية الفرز في جميع مكاتبنا ومراكزنا. عملية الفرز هذه قد تمتد إلى ساعات الفجر الأولى اليوم غد. تو هي بعد الجمهورية في الوقت المحدد لذلك، وحاليا ما زال عندنا مكان زوز ملايين واربعمائة وثمانية وخمسين ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين ناخب مسجل أدلى بصوته في صناديق الاقتراع، من جملة 8,929,665 ناخب مسجل بالداخل من المسجلين اختياريا وآليا. خلينا نأكد على المسألة هذه، النسبة هي 27.54% من عموم السجل الانتخابي بما فيه من ناخبين مسجلين اختياريا، وهم في حدود 7 مليون، وأيضا 2.2 مليون من المسجلين آليا، وهي كما قلت هي نسبة تقريبية دنيا قابلة للارتفاع وليست قابلة للنقصان، على اعتبار أن هناك عدد آخر من المكاتب لا زالت إلى هذه اللحظة تستقبل الناخبين ولم تردنا فيها نسب الأقبال الخاصة بها.